تانية بتطلع كتير حلوة. وما ننسى لون البنفسجي الفاتح بغرف النوم إن كان للأولاد للأطفال أو للكبار، لأنه هيدا اللون هو لون كتير حلو وكتير مهم ويستخدم بغرف النوم. هو معروف من زمان أنه هو كان لون الفخامة، لون التياب الفخمة تبع الملوك والأمراء، وما زال هيدا اللون هو بيعبر عن جد عن رقي وفخامة، لأنه هو مزيج بين الأحمر اللي بيعطيك القوة والطاقة وبين الأزرق اللي بيعطيك الصفاء. فبس عم بيجتمعوا هاللونين بلون البنفسجي إن كان فاتح أو غامق. يعني طبعاً لون الغامق فينا نستعمله بالمجالس والصلاة، حتى بالمدخل تبع البيت إذا كان عنا مدخل كبير. واللون الفاتح كتير حلو إذا استعمل بغرف النوم إن كان للأطفال أو للكبار. جميل.